أصداء خروج المنتخب من بطولة إفريقيا ما زالت بتسيطر، وخصوصا بعد قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لفيتوريا المدير الفني وجهاز المعاون. تفاصيل أكتر أو عن القرار والتبعات وكمان كواليس ما يحدث في أبيدجان قبل مباريات قبل النهائي. معنا على التليفون محمد عباس الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الفل عليك يا أستاذ المشاهدين كلهم. عايزة أعرف بس في البداية منك، شفت إزاي قرار إقالة فيتوريا وإيه كواليس القرار ده؟ لأن كان في اجتماع مطول امبارح في اتحاد الكرة. متهيألي هو كان مطلب جماهيري واضح جدا بعد الخروج اللي ما كانش بأحسن شكل طبعا من كأس الأمم الأفريقية. اتحاد الكرة متهيألي خد القرار الأمثل، الناس ما كانتش ينفع تهدى أو ينفع تتعامل مع الأمر بسهولة. الموضوع كان صعب شوية لأن كان في شرط جزائي وفي فلوس هتدفع، كان الموضوع إنهاء العقد كان فيه صعوبة يعني. لكن انا شايف ان اتحاد الكره وصل للقرار الاصح ان هو يخلص التجربه دي دلوقتي، ندخل على تجربه جديده. وفكره ان احنا ما نستعجلش ونجيب مدير فني جديد، يعني اتعين كابتن محمد يوسف كان مدرب عام راجل مؤقت لحد ما نجيب مدير فني اجنبي جديد. شايف فكره ان ندي نفسنا وقت دي حاجه كانت صح جدا من اتحاد الكره امبارح. طيب هو كان اتحاد الكرة بالأمس يمكن كان فيه اتجاهين، فيه الاتجاه ما بين الاختيار من مدربين ثلاثة، واحد فرنسي والآخر كان مدرب الكونغو الحالي وكمان مدرب بمنتخب الكاميرون السابق، وكمان فيه اتجاه آخر لعودة كيروش مرة أخرى. تفتكر هنختار مين؟ فكرة ان احنا ناخد القرار كان بالسرعة دي كان حاجة غلط، ده أولا. وأنا يعني دي حاجة كويسة عملها اتحاد الكرة ان هو ما خدش القرار امبارح. انما فكرة مين اللي ممكن يكون موجود المرحلة الجاية، مش دايما بكون مع فكره التجربه الثانيه. خلاص الراجل عمل معانا تجربه كويسه، ما تجيبوش تاني. يعني فكره الجزء الثاني من اي فيلم يعني دي انت يعني مش مع عوده كيروش مره ثانيه. بلاش، لا انت ليك تصدمات في حسابات هتحصل ثاني، في ناس كانت زعلانه من وجودي، فدي حاجه ما تبقاش احسن حاجه. متهيألي كان المفاوضات اكتر او التركيز اكتر على هافي بينارد، بس هو يعني متهيألي المعلومه اللي عندي ان هو الراجل عايز يجي بس بعد الاولمبيك جيمز، بعد الالعاب الاولمبيه في الصيف. فلو ممكن متاح ان احنا نكمل بمدير فني محمد يوسف لحد الفتره دي تمام، متهيألي هما بيبحثوا ده دلوقتي، او يكون في اتجاه لاسم جديد. وطبعا وضع اسم دي صدر ده طرح لطيف جدا او مناسب جدا، الراجل ليه برضه خبره في الكره المصريه كويسه جدا يعني. طب بالنسبه كمان ان احنا عندنا دلوقتي بطوله الامارات الوديه هتكون في مارس، هل كابتن محمد يوسف هيقدر خلال الفتره دي يتعاون بشكل كبير مع المنتخب ويقوده في الفتره اللي جايه؟ بس بما ان كابتن علاء نبيل طبعا اللي اتحط مدير فني للاتحاد كله وكابتن محمد يوسف، انت وثقتي في اسمائهم يبقى انت لازم تديهم الوقت ده. بس انا شايف الحاجه الاهم اللي الجماهير لازم تتعامل بيها مع اتحاد الكوره واتحاد الكوره نفسه يتعامل بيها، يعني ان ما يكونش في استعجال الفتره دي. انت بتحطي بلان، بتحطي خطه، ويبقى لازم عندك رؤيه لحد 2026 عشان كاس العالم. شهر شهرين مش هيفرقوا معاك، بس تاخد القرار الصح وحط خطه لقدام، يعني احسبها كويس قوي للسنتين كلهم. صحيح، انا مش حامل ان احنا يعني ما نكملش في اي بطوله قادمه زي ما حصل معانا. عندنا فرصه هايله يا جماعه عشان كاس العالم، عندنا فرصه هايله في كاس العالم. يعني صحيح. انا مجموعتي مش قويه، مش اقوى حاجه، بوركينا فاسو مش في احسن حالاتها. انا جاهز قوي ان انا اوصل كاس العالم، فعندي فرصه ان انا اوصل واروح اقدم هناك كمان، احقق مكسب واثنين وثلاثه، لان عدد المنتخبات زاد وهيكون معايا منتخبات في المتناول. طيب خلينا بقى، كنا بنتكلم دلوقتي عن كاس الامم الافريقيه، نرجع تاني ليه، وخصوصا ان احنا عندنا مباريات قبل النهائي ما بين كوت ديفوار ونيجيريا كمان وجنوب افريقيا. بتشوفها ازاي؟ خصوصا هل يا ترى بقى جنوب افريقيا بقوته الشديده؟ شفنا طبعا حارس المرمى اللي صد 4 ركلات ترجيح من 5، دي كانت حاجه بالنسبه لنا يعني قويه جدا وغريبه في كاس الامم الافريقيه. رونو ويليامز حارس مرمى جنوب افريقيا هو افضل حراس المرمى في البطوله، ويمكن افضل حراس القاره دلوقتي في الوقت الحالي، يعني مستواه مبهر طبعا. الراجل اللي عمل تصدي كمان في الدقيقه 90، يعني رجع جنوب افريقيا الماتش، يعني كان الراس الاخضر هيخلص الماتش. لكن وكمان ده بيواجه ان يعني نيجيريا ما بتستغلش الفرص كلها، وتقوم بتضيع شويه فرص كتير بالذات قصر من راس الحاله بتاعهم. لكن تفضل نيجيريا في الماتش الاولاني في السيمي فاينل هي المنتخب الاقرب للوصول للنهائي. امكانيات لعيبه نيجيريا وفي تعب شديد حل على منتخب جنوب افريقيا، الجانب البدني ممكن ما ينفعهمش، لان ماتش الراس الاخضر كان ماتش صعب قوي. انما ماتش نيجيريا ما كانش بالصعوبه البدنيه دي، فمتهيألي نيجيريا هتكون هي الاقرب في اول ماتش في ماتشات الدور النهائي. طيب هل الارهاق اللي اصاب جنوب افريقيا هيتلعب، يعني هيحاول ان هو خلال الماتش ان هو يستدرج نيجيريا لضربات الترجيح اللي هو يعني عارف كويس قوي ان هو متميز فيها في الصد او في ان انا افوز بيها؟
ده اللي بقوله لك، يعني فكره ان منتخب جنوب افريقيا لعب وقت اضافي وضربه جزاء مع الراس الاخضر، فهو بدنيا مش هيبقى واقف على رجليه. متهيألي لو ماتش وصل الوقت الاضافي مش هي يعني ممكن بنسبه كبيره قوي جنوب افريقيا ما تقدرش توصل لضربات الجزاء اللي هي متميزه فيها طبعا. ليه؟ عشان في الوقت الاضافي نيجيريا اجهز ومرتاحه اكتر، عندها دقه اقوى، وجنوب افريقيا طالع من ماتش لعب فيه 120 دقيقه. ففي الوقت الاضافي نيجيريا ممكن تاكل جنوب افريقيا. انت عارف يا كابتن محمد، انا كان بالنسبه لي كفيردي هو الحصان الاسود في البطوله، فيعني خروجه بالشكل ده كان بالنسبه لنا كلنا كان صعب جدا. المصريين كلهم كانوا بيشجعوا جول كابتن، يعني هم فعلا بيلعبوا حلو قوي. منتخب جميل وبيلعب كره جميله، والاسامي اللي دايما كانت بتيجي مع الحد الاضعف وهم الحصان الاسود بتاع البطوله فعلا، وامتع منتخب كان بيلعب كره قدم في البطوله. طيب هنروح للماتش الثاني اللي محظوظ فيه طبعا كوتيفوار في مواجهه المحظوظ الاخر الكونغو. بتشوف المباراه دي هتكون ازاي ومين هيبتسم ليه الحظ في النهايه؟ 99% يعني ياخديها مني منتخب كوتيفوار، هي هيلعب النهائي على ملعبه. وكونغو الديمقراطيه منتخب محظوظ فعلا، لان اول مكسب يعمله في البطوله الماتش اللي فات، انما منتخب كوت ديفوار مش منتخب محظوظ تماما، لا هو منتخب صحيح بيقدم ملحمه، رجل عاد من الموت. يعني المنتخب طلع خرج، الناس عيطت، مشوا المدير الفني، الجماهير خلاص روحت، وبيرجع تاني للبطوله بيقدم ملحمتين قدام السنغال، والماتش اللي فات يدينا قدام مالي كان انت قوي جدا. جون في الدقيقه 90، جون في الدقيقه 120، انت بتقدم ملحمه، يعني الناس دي بيستغلوا فرصه ان هم رجعوا للبطوله تاني. طيب انت شايف كده من توقعاتك النهائي هيكون بين مين ومين؟ كوت ديفوار ونيجيريا زي ما قلنا، هم الاقرب جدا. وشايف ان الماتش ده اتلعب في مجموعات اوريدي، ونيجيريا كسبت كوت ديفوار 1-0، لكن شايف الماتش ده اتلعب في النهائي كوت ديفوار لا هي الاقرب جدا. انا بعد خروج كاب فيردي خلاص ما عنديش توقعات دلوقتي. لا كوت ديفوار يمكن اجهز، ويمكن فكره ان انا جات لي الفرصه تاني ان انا اخد اللقب على ارضي بعد ما لميت الشنط وروحت، دي بتخلق ملحمه كده احنا عايزين نتفرج عليها. الناس دي هتقدم لنا ايه في النهائي من تضحيات؟ متهيألي 90 دقيقه هتكون اعجازيه من كوت ديفوار عشان ياخدوا اللقب على طول. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد عباس الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.